والنعم والله هذا اللي ما الله يرحمه ويسكن فسيح جناته وما يتعوض فلكي. من اول ما صارت الكويت وهو جسمه واحنا كنا تلاميذ يودونا بيته هناك ونشوف الاماكن اللي هو حاط الحطب وهذا المقاييس حق الارصاد الجويه. انا كنت وانا تلاميذ يودونا بيته نزور بيته. والله هذا في الستينات تقريبا يمكن 60 61 كذي كنا نروح هناك بيت. وكان وفعلا يعني عندما العجيري الحين انا ما زلت للحين اشتري تقويم العجيري وامشي عليه. ومن اول يعني كل الكويتيين ماشيين على التقويم العجيري يعني الله يرحمه ويغمد روحه الجنه. اي والله هو ويا ولده يعني كان شو اسمه كنت كذا مره متكلم معاه وقاعد يقول يبا وما شاء الله يحسب لنا حسابات الأول اللي احنا ما جسمه اللي يحسب الزرق والعقرب والعجوزة هذا الأوليين هذا يتكلم عن الرصادات الجوية القديمة اللي ما عاد جسمه الله يرحمه ما يتعوض كلامه عن الرصاد الجوي عن الجو الكويت عن جسمه يقول لنا يبا ترى هذا عن شلون قضى حياته هو. والله الله يرحمه سميط يعني مو الناس هذا الحميضي وايدين الله يرحمهم يعني من هذا المثقل الكبير هذا. بس هذا له باع طويل في الرصاد الجويه في نادي العلمي. لا يدرس كان يدرس التلاميذ اللي في نادي العلمي يدرسهم الجو وتغييره وهذا والافق ما شاء الله. واذا قال كلمته والله بيصير هذا فعلا بعد كم يوم تشوفه يصير شيء هذا.